هذا اليوم الذي ندشن فيه دورتنا 11 من مهرجان المسرح العربي، ندشن فيه فعاليات تقدح زناد العقل وتفتح نوافذ القلب وتدوزن أوتار الروح وتنصب المسرح سيدا، احتفاء مصر بالفن العربي في شتى مجالاته، لأنه كان وسيظل همزة مصر لا تنقطع وجسرا تعبر عليه مواكب الإبداع والتنوير. وتسعد وزارة الثقافة ومؤسساتها بالتعاون مع الهيئة العربية للمسرح تحت رعاية سمو حاتم الشارقة شيخ سلطان القاسمي. Yeah, okay.